مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. من تلفزيون السعوديه نقدم لحضراتكم نشره الاخبار، اهلا بكم. والى العناوين: المملكه تؤكد تاييدها للجهود التي تبذلها جمهوريه مصر في مكافحه الارهاب. المملكة تفوز في انتخابات مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو. قوات التحالف تعلن سقوط صاروخ باليستي حوثي في صعدة بعد إطلاقه من صنعاء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإلى التفاصيل. عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تأييد المملكة للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء. وأكد المصدر تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة وللشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. حققت المملكة فوزا كبيرا في الترشيحات للعضوية الدائمة في انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو خلال اجتماع الجمعية العمومية بمشاركة أكثر من 193 دولة. يأتي هذا الفوز تجسيدا لمدى تقدير الدول الأعضاء في المنظمة لأهمية دور المملكة الإيجابي وجهودها في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي، إضافة إلى دورها الفاعل في مساندة أعمال ودعم برامج وخطط منظمة الطيران المدني الدولي من خلال تقديم خبراء سعوديين واستضافة المقر الدائم لمنظمة مراقبة السلام الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء يوم السبت الموافق للتاسع والعشرين من الشهر الأول لعام 1441 للهجرة، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه فيصل بن عبد العزيز السبتي بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي. وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبد العزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبد العزيز الفغم رحمه الله، مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل هما شقيق صاحب المنزل وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية. وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن الآتي: أولا مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ثانيا استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم رحمه الله بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، ثالثا إصابة تركي ابن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية وجفري دليفينو ساربوزينك فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية، والله ولي التوفيق. أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن بندر ابن عبد العزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر يوم أمس صلاة الميت على والدة صاحبة السمو الأميرة فاطمة بنت مساعد ابن عبد الرحمن آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض. وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وأخوه وإخوة الفقيدة وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمعا من المواطنين. كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن بندر ابن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، وأجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.
تسلم صاحب السمو الأمير جلوي ابن عبد العزيز ابن مساعد أمير منطقة نجران هدية مؤسسة البريد السعودي المتمثلة في طوابع تذكارية أصدرها البريد احتفاء بمناسبة اليوم الوطني، قدمها لسموه مدير عام البريد بالمنطقة إبراهيم الجعفر. واطلع الأمير جلوي ابن عبد العزيز على إنجازات البريد خلال العام الماضي مستمعا لشرح عن استحداث خط مباشر بين نجران والرياض لنقل البريد وتوزيعه بصورة أسرع، بجانب تأمين نقاط بيع وتوزيع ومكاتب خدمات في محافظات ومراكز المنطقة. شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل ابن مشعل ابن سعود ابن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل ابن مشعل المجتمعية مجتمعي أمس ختام أعمال أول هاكاثون دولي متخصص في التقنيات الزراعية والمقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة بتنظيم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالشراكة مع مؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية مجتمعي. وتوالت فقرات الحفل حيث تم استعراض عدد من المشاريع التي تهتم بتطوير المزارعين والأعمال الزراعية، تلا ذلك عرض مرئي عن المشاريع المقدمة والأعمال القائمة في هاكاثون التقنيات الزراعية. وأعرب الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن سروره وفخره بوجود مثل هذه الظاهرة الوطنية، مبينا أن من خلال هاكاثون التقنيات الزراعية نقطف ثمرة بناء الإنسان عبر مجاراة التقنية بهذا العالم المتسارع من خلال ما نراه من عمل دؤوب من شباب وفتيات هذا الوطن الذين درسوا وتعلموا ليكونوا عدة وسلاح لهذا التقدم والتطور في كل مجال. من ناحية أخرى، التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ اليوم رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات والتي تخدم المجتمع وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة. وهنأ الوزير آل الشيخ الدكتور عواد العواد بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسا لحقوق الإنسان، راجيا من الله له مزيدا من التوفيق والسداد خدمة للدين والوطن والقيادة، مشيرا إلى أن هيئة حقوق الإنسان تطلع برسالة مهمة وعظيمة من خلال تحقيق المبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي. أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة ممثلا بالحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة لتبقى آخر حملته التوعوية لهذا العام والتي تمتد على مدى 4 أسابيع. وتهدف الحملة إلى ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة وتنبيه المستهلكين بتغيير البطاقات القديمة إلى ذات المستويات من اللون الأحمر صعودا إلى الأخضر لتوحيد شكلها وسهولة فهمها. تأتي هذه الخطوة استكمالا للحملات التوعوية التي يشرف عليها المركز منذ عام 2014 ضمن جهوده بالشراكة مع عدة جهات حكومية للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة وفق رؤية واستراتيجية موحدة. وللحديث أكثر عن الحملة ينضم معنا عبر الهاتف رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأستاذ حكم زمو. أهلا بك. بداية حدثنا عن أهداف هذه الحملة وكذلك أبرز الجهود المبذولة للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، تفضل. حياكم الله، مساكم الله بالخير. طبعا هدف الحملة هنا توحيد جميع البطاقات السابقة من نجوم إلى مستويات، وذلك لوجود بعض المنتجات الجديدة وتحديث المنتجات القديمة من مستويات الدنيا تحديثها، وكذلك أعطاء معلومات أفضل للمستهلكين وفق أفضل الممارسات الدولية. وطبعا مدلول البطاقة جاءت لإعطاء المستهلك معلومات إضافية ومعلومات واضحة عن المنتجات والاستهلاك السنوي للمنتجات، وكذلك معلومات عن السعة ومعلومات عن الاستهلاك مثلا السنوي للمياه في الغسالات كسبيل مثال. وهكذا يعني تأتي لإعطاء المستهلك بعد آخر من جهة المعلومات الفنية ومن جهة كذلك سهولة قراءة البطاقة. الأستاذ حكم زمو رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، شكرا لك.
عفوا حياك الله. مشاهدي الكرام نشرتنا مستمره ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أطلقت وزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مسابقة ضوء لدعم الأفلام السعودية، وذلك لتمكين المواهب الوطنية الناشطة في مجال صناعة الأفلام عبر أربعة مسارات مختلفة، إلى جانب دعم أفلام الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص صناعة الأفلام في المعاهد والجامعات العالمية. تأتي هذه المسابقة في إطار دعم المواهب الوطنية المتخصصة في الصناعة السينمائية وتوفير منصة تمويل ودعم لوجستي لإنتاج الأفلام السعودية، كما تساهم المسابقة في تأسيس بنية تحتية للإنتاج ومسارات مهنية واضحة للمشتغلين في قطاع الأفلام من مختلف التخصصات للصناعة الفيلمية في المملكة. وتعد هذه المسابقة هي الأكبر من نوعها، حيث يبلغ إجمالي الدعم الذي ستقدمه لصناعة الأفلام السعودية قرابة 40 مليون ريال، وستدعم بها نحو 35 مشروعا سينمائيا سعوديا. أتاح ديوان المظالم عبر نظام معين الإلكتروني خدمتي الاستعلام والاطلاع على الوكالات الصادرة من وزارة العدل والسجلات التجارية الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار، وتوفر الخدمتين الاطلاع على جميع ما يتعلق بالوكالات الصادرة من وزارة العدل بتفاصيلها من خلال الخدمة البحث عن الوكالة من خلال رقم الهوية الموكل ورقم الوكالة. ويأتي توفير هاتين الخدمتين كثمرة من ثمرات استراتيجية ديوان المظالم 2020 لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل التكاملي المؤسسي ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير خدمات المرفق القضاء الإداري. اختتم مساء أمس برنامج الفعاليات الشبابية، والذي نظمه مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان بالتعاون مع الإدارة العامة للهيئات الشبابية، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 5000 مشارك ومشاركة، وذلك من خلال الفعاليات المتنوعة التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع على مدى 3 أيام، لتشمل البرامج الرياضية والمسابقات الثقافية وبرامج الفن التشكيلي وعروض مسرحية، إلى جانب معرض توعوي متخصص للتوعية بأخطار المخدرات ومعرض صحي بمشاركة فرق طبية متخصصة للرجال والنساء. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الأحد صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة. وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك للتجمعات السكانية، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الأمن الإقليمي والدولي. أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية شرق المملكة العربية السعودية هي إرهاب وتهديد صارخ يطال استقرار الاقتصاد العالمي جميعا وليس أمن المملكة أو المنطقة فحسب، ودعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى البحث عن حلول مستدامة أساسها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتأمين طرق الملاحة الدولية ومصادر الطاقة حول العالم، مجددا حق دولة الإمارات المشروعة في سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي احتلتها إيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودان وزير خارجية الإمارات التدخلات الإيرانية في شؤون الدول الأخرى وتسليحها للجماعات الإرهابية، محذرا من تفاقم خطر هذه الجماعات كداعش وجماعة الإخوان وحزب الله والقاعدة والحوثيين، والتي تطور إمكانياتها عبر تلقيها الدعم من دول مارقة غايتها زعزعة الاستقرار وبسط الهيمنة في المنطقة.
الجماعات الإرهابية. ذلك أننا نتحدث عن دولة تسعى إلى تصدير ثورتها. من جهة أخرى، أكد الشيخ خالد بن حمد الخليفة وزير الخارجية البحريني إدانة واستنكار بلاده للاعتداء الإرهابي التخريبي الشنيع والذي استهدف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية. وحمل في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل إيران مسؤولية هذا الاعتداء الذي شكل تهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية والنظام الاقتصادي العالمي، مجددا دعم بلاده التام لكل ما تتخذه المملكة من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها كونها تمثل الركن الرئيس لاستقرار المنطقة. وطالب وزير الخارجية البحريني طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ موقف صارم تجاه الممارسات الإيرانية الإجرامية المتكررة، موضحا أن تبني النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود قد أوجد شبكات من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المتطرفة والتي تتواجد في أماكن كثيرة ومتفرقة حول العالم كسوريا واليمن وشمال إفريقيا ودول الصحراء والساحل وأمريكا الجنوبية وغيرها. دعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي دعا مجلس الأمن إلى إلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وذلك بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى وفك الحصار عن مدينة تعز. كما أعرب الحضرمي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تقديره لدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن اليمن تمكن بتضحيات المقاومة ودعم الأشقاء من كبح جماح الميليشيات الحوثية والتي قامت بعمليات تدمير واسعة. وأكد الحضرمي أن إيران وأدروعها العسكرية في المنطقة بما فيها الحوثيون وحزب الله تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي، منددا في الوقت نفسه بالاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في بجيج وخريص. هذا وثمن وزير الخارجية اليمني دور المانحين من الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع اليمن في وقت الشدة وأسهموا في التخفيف من أعباء الأزمة الإنسانية بدعم خطط الاستجابة الإنسانية أو تقديم المساعدات المباشرة. شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص في تضليل واضح وتبعية فاضحة للنظام الإيراني. إنسانيا، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية مشروعا في إطار الإصلاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء. وجرى خلال المشروع توزيع 50 برميلا مخصصا للمخلفات، كما قدمت العيادات الطبية التغذية لمركز الملك سلمان خدماتها الطبية للنازحين في مخيم الخانق بمحافظة حريب نهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، حيث راجع العيادات وتلقى العلاج أكثر من 2000 شخص. من جهة أخرى، واصل المركز تنفيذ برنامج المياه والإصلاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وجرى خلال المشروع ضخ أكثر من 270 ألف لتر من المياه الصحية الصالحة للشرب للخزانات. من جهة أخرى، تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المستشفى الإسلامي الخيري في مدينة يانغون بعد الانتهاء من أعمال تطويره بدعم من المركز، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في ميانمار، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال. وشملت أعمال التطوير والتحديث غرفة العمليات والمرافق الصحية وتأمين سيارة إسعاف والمعدات الطبية اللازمة لها وقسم لغسيل الكلى وعيادة النساء والولادة وأقسام التنويم. مشاهدي الكرام، نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. المملكة تؤكد تأييدها للجهود التي تبذلها جمهورية مصر في مكافحة الإرهاب. المملكة تفوز في انتخابات مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو. قوات التحالف تعلن سقوط صاروخ باليستي حوثي في صعدة بعد إطلاقه من صنعاء.
مشاهدي الكرام، هذا كل ما لدينا، لم يتبقى لن نقدم لكم كل الشكر لكريم المتابعة. في أمان الله.